تشهد أرياف مدينة البوكمال عودة كبيرة للثروة الحيوانية بكافة أصنافها، والتي تمتلك مواصفات غذائية عالية من شأنها أن تكون أحد ركائز الأمن الغذائي المحلي، بالرغم من معاناة المربين بسبب مادة الأعلاف. يعاني مربي الثروة الحيوانية في منطقة البوكمال من عدم توفر المواد العلفية وارتفاعها بالسوق السوداء، وكذلك الإجراءات الروتينية من قبل المؤسسة العامة للأعلاف بتسليم المواد العلفية. في مجال عمل رابط البوكمال قدمنا كتاب منذ أكثر من شهر لاستجراء المواد العلفية، ولغاية التاريخ لم يتم الاستجابة له لحد هذا التاريخ. مربو الأغنام في أرياف البوكمال يطالبون الجهات المعنية في توفير الأعلاف لمواشيهم، لأن مادة الأعلاف أصبحت اليوم بأسعار باهظة في الأسواق المحلية، علما أن مدينة البوكمال منذ تحريرها لم تحظى بأي دعم حكومي للثروة الحيوانية. بالنسبة للأغنام الثروة الحيوانية نعاني من نقص الأعلاف والانتشار المواشي بالبادية، لعدم الانتشار بالبادية والجفاف، لا نزل مطر ولا في شيء، يعني نضطر لهذا الموضوع، نضطر لدخول الأقنام بالحقول الزراعية. سعرها عارف يعني من مليون وفوق، شو نحصل منها؟ يعني هل يطلع منها ما يوفيها سنويا؟ هل يطلع من الغنم؟ مش ما يطلع منها على غلاتها ما يوفيها علفها. نضطر إلى أكل المحاصيل الزراعية المواشينا، والريد البادية، الريد السلطات المختصة تسمح لنا بالبادية شوية، تمشي مراعي حلالنا بيها بالمراعي، ونعاني من قلة اللقاح، لن يتوفر اللقاح كامل. نبيع 7 روس ما نجيب طن شعير، وطن نخال 1,350,000، والبادية لا نقدر نطلع عليها، يقولون لنا ألقام وبنسوال فيها ما نقدر، مو مسموح لنا، صار لنا 2 سنين نعاني، واللقاح أضلاع مو موجود، والغنم تقريبا بداية أضلاع صابها. الأضرار الكبيرة التي لحقت بالثروة الحيوانية جعلت المربين يطالبون بتفعيل إحصائيات للثروة الحيوانية وإيجاد الحلول القريبة لهم لاستلام مستحقاتهم من الأعلاف والاهتمام بها، لأنها تعاني من المستلزمات الطبية والأعلاف.